مشاهدينا رجعنا لكم من جديد بهاي اللمسة الجمالية من شارع المتنبي، وهاي يعني الحلقة السحرية اللي بتشبه حكايات ألف ليلة وليلة، وبتشبه حكايات علاء الدين، وبتشبه كل الحكاية الثقافية الرائعة من العراق والتي خرجت من العراق. برأيك دكتور علي، وإحنا مكبلين حوارنا معك وأنت قلت في إحدى مقابلاتك أن العراق ساهم ب70% من الحضارة في العالم، وأن أغلب الأشياء بدأت من العراق. صف لنا هذه الحالة، وتحديداً الأدب والثقافة وحكاية السحرية التي أنشئنا عليها. طبعاً أنا أتحاشى أن أقول هذا الكلام أمام مصريين، يعني طبعاً المصريون طبعاً بس احنا مع يعني مع انه احنا كل ثقافاتنا مميزه، يعني مصر الرائعه دائما لا اذكر هذه التي بدات وبدا التاريخ يعني بعدها. الحقيقه بغداد عندما قامت كانت بوتقه تجمعها فيها كل الحضاره الانسانيه. يعني عندما بدا الاسلام في الجزيره العربيه لم تكن هنالك مجاميع من حضارات اخرى، لكن عندما اصبحت دمشق عاصمه لم تكن قد تجمع فيها هذا الشتات العالمي، ولكن عندما اصبحت بغداد ترى فيها الحضاره الهنديه، لانه بغداد كانت منطقه ليس للناس البسطاء. يعني ياتي اعظم الشعراء الى بغداد، لانه شاعر عظيم ماذا يفعل في قريه؟ اذا مدح فلاحا ماذا يعطيه؟ يعطيه شيء من الذره، لكن ياتي لمدح الخليفه مثلا، او فيلسوف ماذا يفعل في قرية في سجستان؟ يأتي ليدرس هنا. ولذلك مدينة أصبحت لكل الفقهاء ولكل العلماء ولكل الحضارة، وبالتالي تجمعت في بغداد الحضارة الهندية والرومية والفارسية والعراقية والمصرية القديمة كلها في بغداد. ولذلك تلاحظين أصبحت ألف ليلة وليلة، حتى أن الحكاية في ألف ليلة وليلة هي أغلبيتها ليست حكاية عربية. مثلا ست الحسن هي قصة هاسين الصينية، هاسين فصارت ست الحسن مثلا قهرمامات أو قهرمانات، اللي صارت كهرمانة في بغداد. شهريار اسم أوزبكي وغيرها. فبدأت تأتي إلى بغداد القصص الهندية والأوزبكية والطاجيكية وغيرها. لكن بغداد لأنه كانت عاصمة الحضارة واللغة العربية كانت لغة الحضارة، لهذا بدأت وأخذت طابعا بغداديا طابعا عراقيا، وظهر هارون الرشيد وظهرت بغداد وظهرت حتى قصة السندباد. أصولها ليست عربية، ولكن عندما ألفت في بغداد وكتبت في بغداد أخذت روحا بغدادية. بغداد فيها ميزة، إنه عندما يأتي إليها أي شخص غازيا كان أو فكرا يأخذ روحها. المغول عندما جاءوا وحطموا بغداد 656 هجرية، بعد 40 سنة أصبحوا عربا وأصبحوا مسلمين، ونقلوا الحضارة العربية واللغة العربية والإسلام، نقلوه إلى هي العراق الحضارة والأصالة والعتاقة. وما أجمل أن نشاهد هذه الروح في الوطن العربي. نحن ننتمي إلى مصر، ننتمي إلى العراق، وننتمي إلى الأردن، وننتمي إلى فلسطين، لأننا من ذات الجبلة، من ذات التراب، فنشعر بهذا الدفء وهذا الانتماء الجميل لبلداننا العربية الأصيلة العتيقة التي تشعرنا بالفخر لمجرد أن نذكر تاريخها.